موجز الأخبار من التناسة، حياكم الله. شن الطيران الأجنبي الموالي لما يعرف بعملية كرامة 21 غارة جوية استهدف فيها منطقة وسط البلاد، وذلك حسب مصدر من شورى الثوار بنغازي. المصدر ذكر أن طائرة من نوع كامكوبتر شنت أكثر من غارة جوية بالقرب من إدارة تدريب لشركة الكهرباء، فيما يستمر القصف المدفعي بشكل مكثف على أحياء وسط البلاد مما تسبب في دمار المباني. تشهد منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي اشتباكات وصفت بالعنيفة بين قوات مجلس شورى الثوار بنغازي وميليشيات ما يعرف بالكرامة. مصدر من شورى الثوار المدينة ذكر أن ميليشيات ما يعرف بالكرامة حاولت التقدم ليلة الثلاثاء صوب تمركزاتهم بمنطقة خريبيش، وأفاد المصدر بانفجار عدد من الألغام الأرضية مما تسبب في وقوع عدد من القتلى والجرحى في ميليشيات الكرامة. استنكر مجلس حكماء وعيان مصراتة قيام السلطات السعودية باحتجاز عدد من المواطنين الليبيين المعتمرين بعد انتهائهم من أداء مناسك العمرة بمطار جدة، وحمل المجلس السلطات السعودية سلامة المواطنين الليبيين المحتجزين لديها مطالبا بإعادة النظر في دقة وصحة المعلومات التي بنيت عليها اتخاذها لهذا الإجراء. وهاب المجلس في بيان له السلطات الليبية سرعة الاتصالات الدبلوماسية اللازمة للوقوف على حقيقة ما حصل والعمل على عدم تكرار هذه الحادثة. وفي الخبر الأخير هذا الموجز، حيث شن طيران الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء غارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في غزة، مخالفا أضرارا مادية مما دفع وزارة الداخلية لإخلاء المواقع الأمنية والعسكرية بالقطاع. مصادر إعلامية أوضحت أن الغارات استهدفت موقعين لكتائب عز الدين القسام في شمال غزة ولم تسفر عن إصابات بشرية، مضيفة أن الجيش الصهيوني أطلق قذائف مدفعية على أراضي زراعية في مناطق بشرق قطاع غزة. ختام هذا الموجز في رعاية الله.